نعم، وللأم بشهر لأول ذكر كان وللأم ديارة شن معمولا إرز بردني زول أرحام آخر بلايا شن أول جار زول فرولة أم جار عصب ودواي أو للايخ ما يصير شن بيت المال دواي أو مثلا بيت المال أو دواي أو أم جار رد أجر بيت المال نبي ولا دواي رد أم جار بريتيا لا زول أرحام يساعده بس زول أرحام أفرمي تعريف يعني زول الرحم يعني شيء هو بمعنى عام غير أو يسمى مصطلح علمي فرائلة ذو الأرحام شامل عصب ذو فرد جدي يعني قش قريته ولي أو يكأمل رما بس معنى الأرحام جمع الرحم والرحم لغة القرابة الرحيم للغته بمعنى قرابته قرابته قبل خزم مزيك وذو الأرحام يعني كاس يا ذو الرحيم يا ذو الأرحام أصحاب اشتاب واو تريب واه ذو ذو الأرحام أصحاب القرابات يعني أو كسان كخواني قرابات القرابات كذي بجمعنا وشون كأجل أصحاب ديار الجمعة هر صاحبه قرابته كي ببيع هم أصحابك جمعة هم قربتكانيش قربتكاني من الجامع وذو الأرحام في اصطلاح أما هو اللغة واحد بلام وذو الأرحام في اصطلاح علم الفرائضي أو إيك ذو الأرحام في اللزارة وعلم فرائز دا هم كل قريب لا يرث بفر ولا تعصيب كل خزميك نزيكيك بمردوك كبفرض يا بتعصيب إرزنا نبا فرض ونبا تعصيب إرزنا با. أي هم من عدا الأقارب المجمع على توريثهم ممن سبق ذكرهم في هذا الكتاب يعني ذو الأرحام بريتين لو لبيجغ لو يبيجغ لو أقاربي كإجمع على سن إن بمعنى لغة أقاربي جغريتها بلا من يرده بيجغ لو أقاربي كإجمع على سن إرز بردنيان بو إسبب فرض ببنيابة بتعصي بلا لو أنا كناوي لم كتبها قزرها إذا شروطي توريث ذوي الأرحام مثلا بشي شرط قلي بذوي الأرحام إرسقا يشترط في إرث ذوي الأرحام الشروط التالية أم شرطان ألف ألا يوجد للميت وارث بفر أو تعصيب ما عدا الزوجين يعني هيج وارث وجودي نبي نبى فرد ونبى تعصيب ومردوك جقل الزوجين يعني أقر أو مرد أقر أو كمردو بياو بيه مثلا جناكي ما بيه جنك ما مانع لإرث ذوي الأرحام نابي شنو سامي خوي بي أدري أو أيك أمانيته أدري بذوي الأرحام إذا كبيت المال منزمني ورديش تعلق بجنو نابسي حالبي وبيعيش بذوي الأرحام فإذا كان له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات شنك أجر زمانك بو أو مردوة بجبريك ببيع كبجبرك لأصحاب فروض وعصبات بي يعني زي فرض بي عصب بي فهو مقدم على ذوي الأرحام بالفرض والتعصيب والرد أو مقدم أبي لس ذوي الأرحام بفرض بتعصيب وأمجا أقل لتعصيب جاري هجنا مينيته بلا ما قال لفرض اشتيق ما وبرد أو اشتما وش نادين بهنا أبتك ردك تعلق غير زوجين نادين بذوي الأرحام بلا أما وجود أحد الزوجين ما قال أحد الزوجين هبه فلا يمنع من توريث ذوي الأرحام ما نلا إيش ذوي الأرحام نابن إذا لم يكن وارث غيره أقرج قال لو أحد الزوجين وارثة الوجودين لأنه لا يرد على الزوجين لأنه لا يرد رد موصل أحد الزوجين موصل زوجين كما سبق بيانه وكو بيان ما كله باء أو شرط مباشرة ألا يكون بيت المال منتظما بيت المال لنزمع نوي فإذا كان بيت المال منتظما فإنه بيت المال مقدم على ذوي الأرحام في الميراث مقدم على ذوي الأرحام كما هو مقدم على الرد هل وقت شون أو بيت المال مقدمة لنا بس الرد شا ماشا كما هو مقدم على الرد على الفرو على ذوي الفروض ماشا وكم مقدمة بس أو الرد شا كأمان كرد والرد كاب وذوي الفروض غير زوجين وقد سبق بيان ذلك أجب زين بتش دليل أجر بيت المال منظم بإرز نعبد أري دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظما أمايا يعني بلغي إرس بيانا دانيا وقت بيت المال منتظم به
أمس استدل الشافعي رحمه الله تعالى على عدم توريثهم استدلال كروي إمام شافعي رحمة إخوائي لبيل سر إيرس بين دانيان أنه شأن حال لم يرد لهم نصيب معين في الميراث في القرآن ولا في السنة أويك وارد نبو بو أوان بشت ديارك لو لميراث نلا القرآن نلا السنة ولو كان لهم حق في التركة يعني أقرب وزوي الأرحام حق يقبوا على تركة لو مالك لمردوب جماوة لبينه الله عز وجل خوي قول بيان يكر ورسوله أقر خوا إيش بيان يكر بيغمر كي بيان يكر ماشي يا خوا بيغمر هل كان بيان يكر كما هو الشأن في أصحاب الفروع والعصبات يعني يقول شأن وعلى أصحاب الفروع والعصبات وأيضا دبارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثين أما نخل من دوا قبلا تكرينا كنو كلاهما أن عمرو بن خارجة رضي الله عنه ديف لو كان لهم شيء من التركة لأعطاهم الله إياه أقل ما نشتيك عن التركة ويأخدا أيداني لكن المتأخرين من الشافعية رحمه الله بلان شوين كوتوان يدوا كوتوان علماي باش كوتو بلين شوين كوتو ما الشافعية يعني دستي أم دستي أخير لا ما سب الشافعي رحمه الله النبي قد أفتوا يعني فتوى ينداغ بتوريث ذوي الأرحام بويئتش بذوي الأرحام بدي أما لكي وولا وذلك منذ القرن الرابع الهجري يعني دبو هر ذوي الأرحام إرثي بيان دلائها بلا متأخرين شافعي فتوى ينداغ كإرثيان بيان بدري أما لكي ولا قرن شوارة ميجري باش أما شوان وانطلاقا من أن بيت المالي لم يعد منتظما قال إخوان رهاك لو برهائي لوك بيت المال نقر يتوب منتظم يعني بيت المال منتظمية كمنتظم نودي عندني ولم يعد يصل لذوي الحقوق منه حقوقهم حربي ونقر يتوب أويك وصل ببه بخاوان حق كانوا منه لو بيت المال حقوقك يعني نوائل يتوب منتظمية بس ليس بيت المال يواهي كثاني هن مستحقا دبي أويل بيت المال دانان هو لبوشي دان راوا بو اوي كساني محتاجة بياندريتي دا إسا كاني منتظمني نادري بساحبه كاني خوي كساني كما صحيفو ميديا كانوا بوتا هوي هل مرجو نار رحتي ونقراني وأمان داي أقر وابي نادري بوان فلا أن يرجع مال الميت لأرحامه أقر مالي مردوك بقراندريتا وبو الرحي مكاني بو صاحب رحم مكاني وغير الوارثين من أقاربه وبقرة بوأو كساني كبجبرنين ألام أقاربي مردو كان أو أولا أو باشترى من أن يذهب إلى غير ذي حق من الأباعدي باشا بشيب ولاي كسي كحقيني وأباعدي وبيقعني سبيدين ببيت المال باشا بلان ما سوى لبيت المال ذا لاوا بيت المال يجني دابو كساني كاستحقاق أبيانايا لريك وخرجيكات وهربيت حرامة هذا حربي أنجارة أصناف ذوي الأرحام صنف كانية يمكن حصر ذوي الأرحام في أربعة أصناف يعني بيان كلمة شواردسة أول من ينتمي إلى الميت باشا لكون الميت أصلا له يعني إلا ذوي الأرحام دستي كان بجوريك بلا بيواندي بمردوك وهي لبرأوك مردوك أصلي أما إسا باوكي تيابا وقوري ألو قبي باوكي ناكب وهم أم جاء أمانا دودستان يعني أو ذو الأرحامي كببوني أصلبوني مردوكو أغنو بمردوك دودستان أولاد البنات باشا إسا أولادي من يعني كشي يعني منالي كش خب منالي كش باوكي كشك باو قوري يعني حاربي آيسا مردوكا أغنو بمردوكا كباو قوري كيخوانا ولي بشي بيغنو لي كون الميت اصلا له ماشي لبر اويك ميتك اصلا بو او كاس يعني بو من عليك شكا بو كريك شكا بو كشيك شكا اصلا بوي باو غوريتي ها حالنا هرو هاو اولاد وبنات الابن اولاد بنات ابن واه حالي او جر وصلون بمردوك واشنك او مردوا باو غوري بنات ابنكش حسب سني بيت اخواري مهما نزلوا بازوري بلو خوار بيها حاربين أولاد بناتي وإن نزلوا أيضا
أسيت يشون يوم أما دستي كم دستي دو هم من ينتمي إليهم الميت أمر ببيت شواني أو ميتك دقات ووان لكونهم أصولا له لبر أوي كمن ينتمي إليه مكا يعني منتمى إليه مكا دبن بأصل بو مردوكا تاعي واعوي بيشوم مردوكا أصل بولي مردوكا فرعا ها وحال بلا وهما آمن الأجداد والجدات الرحميون أجداد وجدات الرحميون وانا تاعي سباس ما كردوان عربي كين وانا الذين هم غير من سبق ذكرهم غير أوانا كذكر كلاو آي سنية مثلا باوكي دايك بالرحمة بيبا وارز باوكي دايك وارز نيت وزو الأرحام يا باوكي نانك الأجداد والجدات الرحميون الذين هم غير من سبق ذكرهم فالجد الرحمي جد الرحمي كيف هو كل من توسطت بينه وبين الميت أنثى ماشا هر جديك ك بوبي بواسطة لنواني أو جد ولنواني مردوكا ميينيك هلا تولى نزل بقرا هو كابرا يقلوان مردوة حاربي دايكي نما ولي باوكي دايكي ماوا أم باوكي دايكي أما جد وايا ولي لنواني مردوكا ولنواني أوان ميينيك هيك دايكي كيت فاز أوجد جد الرحمية يعني أوجدك بزول الرحمة يا مثلا تولى نظر بقرا بلا كسيق لوا مردو باشا بلا دايكي باوكي هم جا دايكي باوكي لنظر قرا دايكي باوكي لنظر قرا دايكي باوكي بهالحال او ارنا دايقنا وجدنا اريا بلا باوكي دايكي باوكي باوكي دايكي باوكي اوتا نهالة بيني باوكو او باو غوري درجه دوما هدن كيك على بينانا بس اوجدك يعني باوكي دايكي باوكي اوي اولك كها بدما او يك انا الرحميه ها كواتا كل جدي ابي الامون خيره وابوه يعني باوكي اوجديش وان عجز فبروات سر امرا والجده الرحميه تجد الرحميه كي والله هي ايضا من توسط بينها وبين الميت جد رحمي جدي رحميج أو جدي ككيت نيواني أم جدي نيواني مردوكا جديك الرحمي وكشي كأمي أبي الأمي باشا وأميها عايزة مثلا دايكي عايزة جديك الرحمي ماني يا فردن عزامة أو كابرا مردوة بابي دايكي مردوكا بالا بابي دايكي أو الرحمي وجدي الرحمي دايكي أو باوكا أبي تننك الرحمي هاو تاني حاربي شنك لنيواني أو لنيواني مثلا مردوة كذا جدي الرحمية هاي هاوتا ودايكي أو جدي شاروة وين على الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت باشا باشي سيهم كثانيا كم انتمايا أبي ولا باوكو دايكي مردوة لكونهما أصلا جامعا له وللميت لبرأوي أو باوكو دايكي مردوة أصله كي خوا كروان هم بو مردوة هم بو أم كسها كأم بيا لزوج الأرحام هم بو مردوة كيش حلو أوانك وهم أم دسان زور أولاد الأخوات مطلقة خش كزعلل جا نير بن يا ميبن بو مطلقة يعني أوا أم جار خش كزع خش كزاي باوكي بن دايكي بن باوكو دايكي بن أش وسواء كانت الأخوات شقيقات أم لأب أم لأمي هويا إذا أو أخوات أو أولادي أخواتا مثلاً أجنوا بباوكو دايكي مردوكا حاربي باوكو دايكي مردوكا بيودي لقال باوكو دايكي مردوكا ارتباطي عنها يا دي باوكو دايكي مردوكا باو جوريا باشا إذا مثلاً وافرسك إذا مثلاً خوش كزاي من باشا باوكي من شيء أو باو جوريا ودايكي من شيء أو باو جوريا بو مردوكش أو حسالك أم جرب بنات الإخوة الأشقاء يعني كجل كبرازاون شي برا أو لي أبين أو لي أمي كسكان اللي واب بحسي أقول لي أمي نجاي نو شن كان لي أمي نجا كروك جي كسان اللي واب ولا أسا أجر هات سر برازا
بلا زا اگر نيربي عصبية اگر كشبيزة والأرحاب او حالي بالي ولي اگر او برازا اگر برازاي دايكي بي هم نيركي هم يكي زو الأرحاب او كمنو تم برازا نيرين زو عصبية برازا كبرازا باوكو دايكي بي يا برازا باوكي بي غير أم أمجر أولاد الإخوة لأم أولاد إخوة أهان لأم هو أكثر أولاد إخوة هنا ليوا حالوي ذكوران كانوا أم إناثا نير من يابي من قشتي لو لم دسسيها من وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء وهركس يكشك بقاته بمردوك بيكيك آلمان أو يجهر بذو الأرحام حساوة لسيسيها شوارا من ينتمي إلى من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته كسيك انتماي بابا وغوريغل ودايا غوريغل يمرد وكبه بو انتماي اللي والله لكون هؤلاء الاجداد والجدات اصلا جامع الاول الميت شنك او اجداد وجداتا كايما نزيقن اصلا بو ام كسك اسيما في زوي الارحام بو ام يشو بو مرد وكبه وهما يجي الاعمام للام والعمات مطلقه ما مدايك يكان وانا كل زوي الارحام دوايا وعمات يعني عم بمطلقي سبعو كيبي بعو كداي كيبي بعو كيبي أو زول الرحم بنات الأعمام كشمام جوه الحج بمطلقي كشمام أم جاء يعني حتى عقر ما نقش بعو كداي كيبي كشكل كتبة عام وزي مردوه كإذنها يعني ثانية مثلا هاتون ولا يتوب مال يعني بو بشكي كارا ك مثلا أفرتوا فيها هاتون إيه مبرة وخشكي هم فيها وكمردوه عام وزي هردوك معنا أو مال معنا بو بشكا تو خیره او بزنی که لیوا ایرسکه هی نیرکه میکه نهی که وی نهی چو که صلاحه تنو فتول قریب الاره بله برا خوشک که تا عصبه بله هم چوار دسته برا هن خوشک نه کنه عصبه یکی گلوانه برا زهه یکی گلوانه امو زهه یکی گلوانه مامه یعنی عم نه که تا عصبه خوشیان یکی کن بحثی اتقو اعتاقه هایه ساقر مثلا بلين مولاي معتق مردبيه كركي جيت جيكي او قريشه خوش خويناك ابا عصبه يعني خوش ككي لا ارثي عتيقك ناوه ام جالد ولا الاعمام للام والعمات مطلقه مع مغل دايكي فور قلب مطلقي وبنات الاعمام كشمام قلب مطلقي امرأة الأخوال والخالات مطلقة خالو خالو والقشي بيكو يعني دايكي بن باو كي بن باو دايكي بن وإن تباعدوا بأفردوا ريشون وأولادهم وإن تنازلوا أولادي أوانيشة باب بين هاتوية المرأة وخوارو باو ريشكا بيكان دور كوتوية ولا مردوك هذه رباب بيسي شوين يعني إرز بيني وفق